تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن يوم. مشاهدينا الكرام، في برنامج الوطن اعتدنا أن نستعرض أهم المواضيع والأخبار في المملكة العربية السعودية، وأيضا نناقش بعضها مع المسؤولين والمختصين. مشاهدينا، ماذا سوف نناقش اليوم في برنامج الوطن؟ محكمة التنفيذ تستعيد 12 مليار ريال وتحبس 4758 شخصا. والسعودية تملك 10.5% من الثروات السيادية بالعالم. خالد الفيصل يطلع على تقرير الجهود المبذولة خلال موسم العمرة. ما هي أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ 300 مليون ريال لضمان المشاريع السياحية. 11 قرار للتسهيل على المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان. وجدة تلفظ 7000 طن نفايات يوميا. حياكم الله. أعلنت محكمة التنفيذ بجدة أن إجمالي المبالغ المنفذة العام الحالي 12 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أوامر الحبس العام الحالي عام 1437 للهجرة 4758 أمرا بالحبس. وأكد رئيس المحكمة الدكتور علي بن مشرف الشهري نمو القرارات الصادرة منها بمعدل 20,084 قرار، حيث وصل إجمالها إلى 37,198 قرار بزيادة 17,114 قرارا عن العام الماضي الذي بلغ فيه عدد القرارات 17,114 قرارا، معتبرا ذلك نتيجة زيادة الوعي الحقوقي والمعرفي بالثقافة الحقوقية للمتعاملين مع منظومة العدالة التي عززتها آلية قضاء التنفيذ بمختلف أدواته وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وأكد أن منظومة نظام التنفيذ تتضمن عدة إجراءات تنفيذية آنية مقننة ومحددة بمدد لتشكل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية التي يمكن من خلالها التضييق على المماطلين وثني كل من أراد التلاعب بأموال الناس بغير وجه حق. شاهدنا التعليق على هذا الموضوع، ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ أحمد الراشد المحامي والمستشار القانوني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. برأيك ما هو سبب ارتفاع أعداد القضايا في حين أن التنفيذ اليوم استعادت تقريبا 12 مليار ريال وحبست 4758 شخص كانوا متخلفين عن تسديد ما عليهم من التزامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك يا أستاذ شيرين وأحيي قناة الآن وأهنيكم بحلول عيد الفطر المبارك الذي سوف يحل إن شاء الله في اليومين القادمين. أولا قضاء التنفيذ هو صدر طبعا عام 1433 بالمرسوم الملكي رقم 53. هذا النظام الذي أصدره مجلس الوزراء بناء على المشروع الذي أعده وزارة العدل هو الحقيقة كفل وضمن للمواطنين أو للمجتمع بشكل كامل ضمانات حقوقهم فيما يتعلق بالأحكام والأوامر القضائية. هذا طبعا حددت المادة الثانية من هذا النظام بأنه أداء الأحكام والقرارات التي سواء كانت إدارية أو جنائية، هو كل الأحكام التي تصدر من المحاكم العمالية أو المحاكم العامة أو محاكم الأحوال الشخصية أو أي محكمة ما عدا القرارات والأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم أو تصدر عن طريق المحكمة الإدارية، وكذلك الأحكام الجنائية هذه تخرج من نظام التنفيذ لأنها لا يخضع الأحكام الجنائية لا تخضع لقضاء التنفيذ لأنها مباشرة ترسل من المحكمة المختصة إلى إمارة المنطقة ومن ثم تعالج بطريقة الجهات الرسمية وينفذ الحكم الجنائي إذا صدر على شخص من ناحية الأحكام الشخصية. أما فيما يتعلق بالأحكام الأموال فالنظام الحقيقة شديد جدا، يعني لا يستطيع الشخص بأي حال من الأحوال أن يفلت من
قضاء التنفيذ. إذا كان هناك، طبعا هناك أنواع لسندات التنفيذ، هي الأوامر والقرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم. كذلك الأوراق التجارية تخضع لنظام التنفيذ، تعتبر سندات تنفيذ. وكذلك القرارات التي تصدر من المحكمين، إذا كان المحكمين وفق نظام التحكيم الذي صدر من وزارة العدل. نعم. وكذلك الأوراق العادية التي لها صفة السندات التنفيذ، هناك الحقيقة محررات رسمية لها صفة بأن تكون سندات تنفيذية، وهناك محررات عادية، يعني لا هناك محررات عادية. ولكن إذا كان هناك نزاع بأن هذه الورقة ليست مثلا ورقة عادية، أو طعن في المنفذ ضده بأن هذه الورقة مزورة، وبأن هذا الشيك مزور، وبأن هذا سند الأمر مزور، أو كانت الكمبيالة مزورة، فيكتب القاضي لديه تعهد وإن كذب هذا الشخص بأن هذه السندات مزورة، فإنه يدخل في طائلة التحقيق، فيحال إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويحال إلى المحكمة الجزائية، ويصدر عليه حكم قاسي. نعم. الحقيقة طيب، يعني النظام طيب أستاذ أحمد، طيب ليش الارتفاع في أعداد القضايا يعني هذه السنة مقارنة بالعام الماضي؟ هل مثلا على سبيل المثال أن المواطنين بدأوا يعرفون حقوقهم أكثر، ولا الجرائم صارت أكثر، أو جرائم النصب والاحتيال ازداد عددها مقارنة بالعام الماضي؟ لا يا أستاذة شيرين، هو أنت تعرفين نظام التنفيذ هو لم ينفذ أو لم يسري إلا قبل سنتين فقط، فهناك يجهلون كثيرا من المجتمع الحقيقة، يجهل ما يطلبه هذا التنفيذ، وهو جديد يعني الحقيقة على المجتمع، يعني لم يمضي على صدوره سنتين فقط. وكانت التنفيذ عن طريق الشرط وعن طريق الحقوق المدنية، وكان هناك الحقيقة حبس يعني الشخص الذي لا ينفذ الأحكام الشرعية فهو يحبس، وتكدست السجون الحقيقة في هذه تكدست السجون في من الذين لا يسددون ديونهم، سواء كانت نفقات مثلا أسرية، أو مثلا أحكام صدرت. ولكن الحقيقة نظام التنفيذ هو عالج هذه المسائل. إذا كان هناك أموال تكفي لسداد الدين، فلا يجوز للسلطة أن تسجنه أو تحبسه بأي حال من الأحوال. يعني مثلا هو على المدين أو على المنفذ ضده أن يفصح ما له من أموال بالبنوك، أو كان هناك عقارات، وإن كذب فيحال إلى مثلا، فإن كذب مثلا أضرب لك مثال، مثلا جاء المنفذ ضده إلى مثلا محكمة التنفيذ وكذب في معلومات بأنه يطول، قال والله أنا مثلا ما عندي فلوس، وهو معسر، وبعد كذا تم اكتشاف أنه لا، هو عنده فلوس بس هو ممتنع عن الدفع. وأتوقع بعد أستاذ أحمد، خاصة حتى لما صارت حتى قضايا النفقة الحين، لما صار أيضا اللي ما يدفع نفقة لزوجته ولا لعياله أيضا أصبح ممكن أنه يسجن أيضا، هذا يمكن أحد الأشياء أو الأمور اللي خلت أيضا أنه تزداد قضايا محكمة التنفيذ. أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، المحامي والأستاذ أحمد الراشد، شكرا جزيلا لك. أظهرت بيانات دولية استقرار أصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عند 160 مليار دولار، أي ما يعادل 600 مليار ريال بنهاية أيار مايو الماضي، بعد أن ارتفعت 2920% في نيسان إبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5 مليارات و300 مليون دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب رؤية السعودية 2030. أو من بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معها صناديق الثروة السيادية حول العالم،
قيمتها الإجمالية 7257 مليار ريال. سيطرت السعودية على 10.15% منها بقيمة تجاوزت 758 مليار و400 مليون دولار، وذلك بنهاية مايو الماضي، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية. وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في مايو الماضي نحو 22%، يحتل بها الترتيب 13، فيما كانت حصته فقط 15% في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان أبريل الماضي. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا وفي الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. نتكلم اليوم عن القوة الاقتصادية التي تملكها المملكة، خاصة وأنها تستحوذ على 10.15% من الثروات السيادية في العالم، وناهيك على أن عند تطبيق رؤية المملكة 2030 أيضا سوف تكون المالكة لأكبر صندوق سيادي في العالم. تعليقك. أولا أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. طبعا حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق السيادي أو الموازي له لا يتوائم ولا يتناسب مع قوة السعودية الاقتصادية ووضعها في العالم كمسيطر على أسواق النفط، كمالك لواحد من أكبر ثلاث احتياطيات في العالم. فالآن الرؤية تشمل على أنه حينشأ صندوق سيادي بحوالي 2 تريليون دولار. حجم الاستثمارات، طبعا صندوق الاستثمارات العامة يستثمر أكثر من 90% من أمواله داخل السعودية والباقي خارج، وهي نسبة ضئيلة جدا. على عكس مؤسسة النقد التي تستثمر جل استثماراتها أو تضعها في سندات وأذون وخزانة دولية اللي هي في أمريكا غالبا. الآن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر على حوالي تقريبا 2 تريليون دولار، سيقوم برفع من 5% إلى 50% من استثماراته خارج السعودية. هذا سيجعل له صوت قوي، سيجعل لها صوتا فاعلا ومحرك أساسي في الاقتصاد العالمي. نعم أستاذ سليمان، عندما نتكلم عن هذا الصندوق السيادي، صندوق المملكة العربية السعودية، إلى أي مدى عند وجوده وتأسيسه سوف يكون له دور في جذب الاستثمارات الأجنبية أيضا إلى المملكة؟ هذا الصندوق السيادي سيكون في حوالي 2 تريليون، سيسيطر على ربع الاستثمارات في الصناديق السيادية التي حوالي 79 صندوق سيادي في العالم. ستكون السعودية وحدها واحد من 79 يسيطر على 25% من صناديق الثروة السيادية في على وجه الأرض. سيكون لها قوة كالتالي: عندما تستثمر 50% يعني 1 تريليون دولار في شركات عالمية ما يطلق عليها بلو تشيبس، كالشركات القوية الكبرى في العالم، شركات تقنية المعلومات، شركات الخدمات، الشركات الصناعية، سيكون هناك لها مجلس في مجلس الإدارة، كرسي أو مقعد أو مقعدين على حسب حجم استثمارها. هذا يجعل لها صوت في أن تطلب أو توجه هذه الشركات لتستثمر في السعودية كإنشاء مصانع، إنشاء شركات. هذا بدوره سيكون له عدة عوامل مساعدة: أولاً سينقل التقنية للسعودية، ثانيا سيدرب السعوديين ويوظفهم ويشجع الشباب السعودي على العمل، وستكون هناك شركات مرتبطة بهذه الشركات، لن تكون باستثمار مباشر، ولكن في شركات ستضطر أنها تتعامل مع هذه الشركات فتقوم بفتح فروع لها في السعودية. فهناك added value، أشياء إضافية غير مباشرة للاستثمارات هذه، مما يجعل السعودية مركزا لجذب الاستثمارات العالمية بفضل قوة استخدامها لأموالها في العالم. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي والمالي، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا، ما هي أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ مدني المدينة يطبق المرحلة الثالثة لتأمين الحرم. الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر بن محمد.
وتوزيع 276 ألف وجبة إفطار صائم على السوريين. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. اطلع صاحب السمو الملكية الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على تقرير جهود الإمارة والجهات ذات العلاقة خلال موسم العمرة في شهر رمضان. قدمه مستشار أمير المنطقة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح. وتضمن التقرير أعمال الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة في موسم شهر رمضان المبارك لتنفيذ خططها المعدة بهذا الخصوص، بدءا من المنافذ في مرحلة القدوم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، وانتهاء بها في مرحلة المغادرة للتأكد من حسن سير العمل وجودة الإجراءات التي تقدم للمعتمرين في كل موقع من المواقع التي يمر بها المعتمر، ورصد ما يتم ملاحظته من تأخر أو بطء في إنهاء الإجراءات. وفي الجانب الصحي، لفت التقرير إلى أن الشؤون الصحية حرصت على التأكد من حصول المعتمر على التطعيمات المطلوبة والتأكد من سلامتهما الصحية مع عمل كوادرها على تقديم العلاج والمساعدة الطبية لمن يحتاجها من المعتمرين. يحرص الملايين من المسلمين على التوافد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة وقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية تجمع الناس من مختلف بقاع العالم. استفاد المعتمرون خلال الموسم الحالي من منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات أثناء تواجدهم في المسجد الحرام وفق ما ذكرت تقارير إعلامية. كما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن صحيفة عكاظ المحلية أن جميع القطاعات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام قد حرصت على رفع الجاهزية الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وجندت كافة الطاقات والإمكانات وضاعفت جهودها لأداء المهمات المناطة بها على أكمل وجه، تحقيقا للهدف الأسمى تجاه المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ومن مكة المكرمة دكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة. لاحظنا في هذا العام التنسيق ما بين الجهات المعنية كافة بخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين الذين توافدوا إلى مكة المكرمة، كان التنسيق ما بين وزارة الصحة، ما بينكم أنتم أيضا في أمانة العاصمة المقدسة، أيضا لا ننسى الدفاع المدني ووزارة الداخلية، حدثنا عن هذا التنسيق. كما ذكرت أستاذتي الكريمة، التنسيق على قدم وساق بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على المستوى التنظيمي الأعلى، يعني على مستوى الوزراء، وأيضا هناك متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية. بفضل الله سبحانه وتعالى، على الرغم من كثافة العدد المتواجد على الصعيد الطاهر في مدينة مكة المكرمة، كانت هناك ذروة لدينا ليلة 27 من رمضان أو ما تسمى بليلة القدر، وأيضا إن شاء الله نتوقع الليلة ليلة ختم القرآن في المسجد الحرام تكون الذروة الأخرى. أعداد المعتمرين هذا العام كما هو معلوم أنه تم رفع سقف أعداد المعتمرين، يصبح حوالي 900 ألف معتمر يوميا، يعني من خارج المملكة العربية السعودية سواء في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة. نعم طيب،
جزئية جدا مهمة، ألا وهي اطلاع صاحب السمو الملكية الأمير خالد الفيصل بشكل مباشر ومتابعته شخصيا لحظة بلحظة موسم العمرة أو ما يجري في شهر رمضان المبارك من ترتيبات واستعدادات في مكة المكرمة والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن. حدثنا عن هذه المتابعة المكثفة واليومية من قبله حفظه الله. الواقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة كما ذكرت يتابع متابعة دقيقة ويومية وآنية لكافة الجهات الخدمية والأمنية والصحية ذات العلاقة بخدمة الحج أو خدمة العمرة، ومن ذلك ربما يكون على سبيل المثال توجيهه حفظه الله بالتخفيف من أماكن الصلاة داخل الصحن وإتاحة الصحن للطائفين. هذا الأمر الذي انعكس إيجابا على راحة الطائفين ببيت الله الحرام وأثر تأثيرا كبيرا على سهولة أداء العمرة للقاصدين أداء هذه المناسك في هذا الشهر وفي هذه الأيام المباركة. نعم دكتور أسامة، يعني كان لي الشرف في برنامج الوطن اليوم ولعله عين على السعودية من متابعة وبشكل يومي التقارير فيما يخص المعتمرين وأيضا جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الشهر. فعليا دكتور أسامة لم يتم تسجيل أي حالات إصابات، لا من تدافع أو حتى لم يتم تسجيل حالات مرض يعني في داخل الحرم المكي. حدثنا عن هذه الجزئية وجهود أيضا وزارة الصحة والإسعاف والطوارئ في هذا الخصوص. الواقع بالتأكيد يعني الجهات الأمنية التي يعني تقوم على خدمة ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وسلامتهم سواء كان داخل المسجد الحرام أو في خارج المسجد الحرام وفي الساحات المختلفة وفي المناطق المرتبطة بالساحات الطرق ومواقف السيارات تؤدي دورها بكل كفاءة وابتكار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود وتوجيهات ولاة الأمر حفظه الله الجهات الصحية ذات العلاقة وزارة الصحة جمعية الهلال الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي تقدم خدمة طبية وإسعافية راقية سواء كانت في داخل المسجد الحرام أو في الساحات المختلفة. من المعلوم أن هناك يعني مستشفى أو مركز طبي كبير وهو مستشفى أجياد الذي يقدم الخدمة الطبية لقاصدي المسجد الحرام وهو يقع على يعني على مشارف الساحة تماما. نعم يعني فعليا دكتور أسامة عندما أنظر لكل تلك الخدمات أيضا عندما أنظر أيضا اليوم للتوسعة في الحرم المكي شعور كم أنا يعني فخورة بهذه التوسعة وأيضا بهذه الجهود التي تقوم بها مملكتي والحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، كنت معي من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. مع اقتراب غروب الشمس في السعودية وبينما يتجه الناس إلى بيوتهم لتناول الإفطار مع عائلاتهم، اختار عدد من الشباب التطوع لإطعام المحتاجين وتوزيع الطعام على من داهمه موعد الغروب ولم يصل بعد إلى وجهته. أخبار الآن رفقة هؤلاء الشباب المتطوعين في مغيب يوم رمضاني حيث يطغى حب عمل الخير على الشعور بالجوع والعطش. نتابع. أوشكت الشمس على المغيب واقترب موعد الإفطار وبدأت تخلو الشوارع شيئا فشيئا، كل ذهب إلى وجهته حاملا ما لذ وطاب لعائلته، إلا فئة أخرى تتسابق ومنذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك في إقامة ولائم إفطار الصائمين في مختلف البقاع والساحات والمساجد، حيث تقام بعضها بجهود فردية
وبعضها الآخر بدعم الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير الذين يتسابقون لكسب الثواب والأجر في هذا الشهر الفضيل. وتعكس هذه الأجواء حقيقة تظهر مدى ما يتمتع به أبناء هذا البلد الذين ينتشرون صغارا وكبارا شيبا وشبابا في مختلف المناطق والساحات والمساجد، ويقومون بتجهيز تلك الموائد وتقديمها للصائمين بهدف فعل الخير والدلالة عليه، حيث تزين ساحات المساجد بالسفر العامرة التي ينال منها أصحابها بركة دعاء الصائمين. العمل التطوعي لابد له من فريق عمل ينظمون العمل ويقومون بتنظيمه. طبعا كون يكون شخص واحد فقط لا يستطيع على إدارة العمل، ولكن عدة أشخاص نقوم بتنظيم هذا العمل. طبعا منهم من يكون له تنظيم إداري، ومنهم من يكون له تنظيم مالي، ويختلفون على حسب الأشخاص اللي يستطيع على عمل على أداء العمل اللي يقوم فيه. ثانيا منفعة إخواننا بقدر ما نستطيع من أي نفع أو أي عمل تطوعي نستطيع أن نقوم فيه. بعض الجمعيات الخيرية أخذت على عاتقها مشروع إفطار الصائم، حيث انتشر المشروع في أغلب المساجد الكبرى في المدينة. مثل هذه المشروعات لا تشمل الجاليات فقط. والله أول شيء طبعا الحمد لله ربنا نشعر بغبطة وسرور شديد جدا جدا، خصوصا أن نخدم جاليات ومسلمين من مختلف مناطق، والأمر الأهم في من ذلك كله أننا نحتسب الأجر عند الله عز وجل في الأول، يعني الأجر بحيث أننا نختار وتوفيق الله عز وجل حرمة المكان وحرمة الوقت وأيضا رمضان الكريم، فهذه كلها الأشياء تشعر الإنسان بنوع من الترابط مع إخواننا المسلمين، خصوصا أننا عندما نأتي في هذا الصيف الحار في الرياض في نهاية اليوم الشاق ونشارك الإخوة في يعني في دعمهم وتفطيرهم فنشعر الحمد لله رب العالمين بنوع من الترابط والتآزر مع إخواننا المسلمين. على جانب آخر وفي الطرق الرئيسية للمدينة ينتشر جزء آخر من المتطوعين، وهم يعملون بشكل إما فردي أو جماعي، حيث يقومون بتوزيع علب الإفطار على من لم يحالفه الحظ للوصول إلى منزله وتناول الأفطار مع عائلته. عمل تفطير الصائم وعمل التطوع صراحة هي بالأغلب جانب إنساني أكثر من أنه جانب خيري، يعني الشخص في حالة أنه يطلع من دوامه ويروح يفطر الناس ويسمع دعاويهم وكلامهم الطيب صراحة ضماه وتعبه كله يروح، فهو الموضوع بجانب إنساني أكثر من أنه جانب خيري ولا جانب تطوعي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، والملتقى بإذن الله يوم الغد. مع السلامة.